النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. متابعينا، سعد الله اوقاتكم بكل خير. نهار اليوم استمرت الاجواء الصيفيه الاعتياديه بالسيطره في عموم مناطق المملكه. استمرت درجات الحراره حول معدلاتها لمثل هذا الوقت من العام. خلال ساعات الليل يتوقع ان تسود اجواء لطيفه الى معتدله بشكل عام في أغلب مناطق المملكة، خاصة المناطق الجبلية والساحلية، بينما تكون مائلة للدفء في المناطق المنخفضة، منطقة الأغبار، البحر الميت، وأيضا منطقة العقبة. تفاصيل أكثر نستعرضها في هذه الخرائط لتوزيع درجة الحرارة المتوقعة من نهار اليوم الجمعة وحتى بداية الأسبوع القادم. تبقى المملكة تحت تأثيرات هذه الكتلة الهوائية التي تبقي المملكة تحت درجات حرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام. درجات حرارة في العاصمة عمان تكون ما بين 30 و 31 درجة مئوية في الأجزاء الغربية منها، أما الأجزاء الشرقية منها ستكون ما بين 32 إلى 33 درجة مئوية. خلال ساعات الليل تنخفض درجات الحرارة لتكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة في الجبال والسهول، تكون مائلة للدفء في باقي المناطق. يوم السبت لا تغيير الحالة الجوية، تستمر هذه الكتلة الهوائية بالسيطرة في عموم مناطق المملكة، تستمر الأجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار، لطيفة إلى معتدلة خلال ساعات الليل. يوم الأحد أيضا لا تغيير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة حول معدلات مثل هذا الوقت من العام، درجة الحرارة تبقى كما ذكرنا حول معدلاتها، أجواء صيفية اعتيادية خلال ساعات النهار، أما ليلا تكون الأجواء لطيفة إلى معتدلة مع ارتفاع في نسبة الرطوبة السطحية التي تعمل على تشكل الغيوم المنخفضة. التوقعات الجوية للعاصمة عمان خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 22 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 22، الرطوبة مرتفعة والرياح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة. نبقى في العاصمة عمان وتوقعات الجوية للثلاث أيام القادمة، لا تغيير الحالة الجوية، تستمر درجات الحرارة حول 31 درجة مئوية خلال أيام السبت، الأحد والاثنين، أما الصغرى تكون ما بين 20 درجة مئوية خلال يومي السبت والأحد، تنخفض يوم الاثنين وتسجل 19 درجة مئوية. ننتقل الآن لاستعراض درجات الحرارة والأحوال الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة. نبدأها بالمنطقة الشمالية. المفرق طقس صافي 33 إلى 21، جرش 33 إلى 22، نفس الحرارة تقريبا في إربد، أما عجلون 30 إلى 20 درجة مئوية. المنطقة الوسطى الزرقاء 33 إلى 22، البلقاء 31 إلى 21، عمان 31 إلى 20 درجة مئوية، ومأدبة 32 إلى 21، والبحر الميت أجواء شديدة الحرارة مع 38 إلى 30 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية الكرك 31 إلى 20، الطفيلة 30 إلى 21، الشوبك 28 إلى 18، معان 34 إلى 22، والعقبة 41 إلى 29 درجة مئوية. أخيرا المنطقة الشرقية الأزرق 37 إلى 23، الصفاوي 36 إلى 22، ورويشد طقس صافي مع 36 إلى 24 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك الاتحاد، شكل مستقبلك. المناصير للزيوت والمحروقات. شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. ليدرز سنتر. كريم هايبر ماركت، المهنية للاستثمارات العقارية، والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.